يلا يا مشادي. ازيك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا مشادي. ايوه الله يخليك. اتفضلي. اولا يا دكتور حضرتك وعدتنا ان البرنامج هيكون كل يوم. واحنا منتظرين هي ايام ان شاء الله. ما هو العمليه دي ما بتتعملش في يوم وليله، ولسه جايينا مذيعه وبنعمل تيستات وبنختار ولسه هنعمل ديكور جديد ودنيا وفرح. يعني انتوا بتتجوزوا البنت بتقعدوا 7 سنين على ما تجهزوه. ها اتفضلي. ربنا يجعله ميزان حسناتك يا رب. مفضلك يا دكتور، بسال عن الفاتحات والمنسكات. عن ايه؟ عن ايه؟ الفاتحات والممسكات، في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة آه فلا ممسك لها. أيوة. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. والله ربنا يكرمك. وخليني بس اقول حتة صغيرة فيها، لاني حاجات كتير قوي وحاجات كتير قوي. ربنا لما يفتح ما فيش حد يمسك، لو نؤمن بده. ولما يمسك ربنا ما حدش يفتح. يعني الحاجة بالبلدي خالص، الحاجة اللي ربنا يريد انه يديها لك محدش يقدر يمنعها ابدا، لا دجال ولا نبي ولا ملك ولا رسول ولا جن ازرق ولا جن بنفسجي ولا جن شوفلي وشوفلي وحوفلي ولا اي حاجه خالص. دي انا بدرسها في الجامعه اسمها لنا فيها للجنس، جنس ولا ما يفتح الله للناس من حد فلا ممسكة ولا ممسكة. دي يعني لا من الطيور والبهايم ولا البني ادمين ولا الجن ولا باب 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 باب. يبقى ما فيش حد بيعمل لك عمل بقى، عيب. وما يمسك فلا مرسل له بعد كده. ايه هو السؤال؟ ايه اللي يخلي ربنا يفتح؟ وايه اللي يخلي ربنا يمسك؟ انا لو اديتكم النهارده حته هنا وحته هنا ابقى نجحت قوي، وكل مره ممكن نعمل حاجه. ربنا يفتح للمجتهد ويمسك عن الكسول. خدوا ادي ايه واحده وواحده بس، بدل ما اقعد ارغي كتير فتضيع المعلومات. مفيش حد يجتهد وربنا يضيعه، يفتح له. ومفيش حد هيقول اخ وبقى قابليني وادي دقني ودقني الجيران لو نفع. لا بدعاء هينفع ولا بصدقه هينفع ولا باي حاجه. لازم ده، لازم الشغل، لازم الاجتهاد عشان ربنا يدي بس خلاص. وبعدين نروح بقى للكلام اللي هو الكلام.